طيب باعتبارك من حلب وحلب مشهورة بالأكلات الحلبية. أوه أرض الطرب والكباب. شاطرة بالطبخ؟ أي أي طبعاً. ما في على فكرة يعني أغلب الفنانين وخاصة المخرجين كلهم بيطبخوا كلهم حلوة يعني طباخين ماهرين. بيقولوا الرجال لما بيطبخ الرجال لما بيطبخ بيكون طبخه كتير طيب لأنه هو رواق بيشتغل كل شيء. ما بالضرورة هي نفس هو نفس نفسك. فبقول لهم أنا بطبخ هيك بعمل خلاص لا. لا بس أنا بطبخ كتير طيب بس عشرت يكون تحت إيدي حدا عم يشتغل. أنا بكره الجلي. أو ريما بتطبخي الطبخات التقليدية ولا بتحاولي تبتكري شيء؟ لا ببتكر وبطبخ الطبخات التقليدية وكذا. بس عندي مشكلة إنه أنا ما بعرف أنقر كوسة أو لف يبرق أو هي لا بس بطبخهم كتير طيب. يعني بتاكلي من بين إيدي أكل بيرفكت. مين بيعمل لك إياها؟ سوء التنابل موجود. أو الدادة تجي بتساوي لي اياهم وانا بطبخهم. بس انا كثير يعني لما ما بيكون عندي تصوير كثير 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 بحب اطبخ. وعلى فكره من يومين طبخت طبخه انتوا لكم علاقه فيها كثير انتي قريب. شو هي؟ برغل بحمص. يا ويلي شو طيبه. واول مره بطبخها وفعلا يعني انا دقتها برا بمطعم فكثير هيك حبيتها وتفاجئت فيها. كثير طيبه حقيقي. انفعلت من يومين وقلت لهم فكره رهف كثير شاطره. واعتذرت عن التصوير وعن الاذاعه عن كل شيء. قلت لها بنتي بدي اطبخ لكم بالبيت برغل بحمص وساويتها. شو طيبه. تمام.